تقع إمارة أم القيوين أو أم القوتين كما كانت تعرف في القدم على الساحل الغربي من الخليج العربي شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ المنطقة إلى أكثر من 7000 سنة. تعتبر هذه المدينة المائلة للهدوء والسكينة وراحة البال بعيداً عن الضوضاء وضجيج ودخان المحركات من أهم مناطق الجذب السياحي، إذ تمتد شواطئها على نحو 25 كيلومتراً، حيث النزل الفخمة وحديقة دريملاند. من الأماكن السياحية الأخرى التي يقدم الزوار لاكتشافها الميناء القديم والجزر التي تمتاز بمناظر طبيعية رائعة كجزيرة السينية وغيرها العديد، أمثال مركز أم القيوين للآثار الذي يعتبر من أكثر المتاحف التي تجلب السياح من داخل وخارج البلاد. راحة، هدوء واستجمام على الشواطئ، تلك هي أم القيوين التي تزينها طبيعة خلابة جعلت الزوار يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة ليكتشفوها.